تعرف على طريقة وكيفية إلغاء اقتراح رمز الإيموجي على هاتفكم سامسونج. قم بضغطنا على تبطية ذات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إدارة العامة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ضبط لوحة المفاتيح، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على اقتراح رمز الإيموجي. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل اقتراح رمز الإيموجي، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.